موضوع العوالي اللي نزحت ما يقارب من 5 قرى تقع خلف صد تبعد عن ناحية مكحول ما يقارب 15 كيلو. سبب نقلهم إلى أقرب نقطة دالة من مركز ناحية مكحول حفاظا على العوائل في تلك القرى لوجود عصابات داعش الإرهابية تجوالهم أثناء الليل في تلك المناطق ويصعب معالجة تلك الأهداف، فتأمين لحياتهم ارتأت قيادة عملية صلاح الدين نقلهم للمناطق الآمنة وبإشراف ما يقارب عددهم حسب إحصائيات اللي قمناها كوحدة إدارية مع التنسيق مع دائرة الهجرة صلاح الدين ما يقارب 400 عائلة. هناك عودة لهم وعودة اختيارية، هل يريد يبقى في المنطقة اللي هو حاليا ساكن فيها أو يريد ينقل إلى المنطقة الأولية اللي كان أتى من عندها. بعض العوائل ترفض العودة وذلك بسبب أحوال معاشية هناك تكون أحسن من قراهم اللي بعد تكون خلف خط الصد، وذلك توفر الماء والكهرباء هنا والأمن اللي موجود، ولكن الحمد لله أن اليوم أمروا القوات الأمنية بعودة هذه العوائل النازحة إلى مكحول، ويقدر عددها ب 420 عائلة. أغلبيتهم كانوا من أصحاب الغنامة أو أصحاب المواشي. حاليا راح تتم عودة هذه العوائل مثل ما ذكرت آنفا أنه حال معاشية تكون هنا أحسن لهم من هناك. والله يا أخوي النزوح أمر الحكومة، ما عدنا نطلع على هذا الموضوع، ها فنزحنا أكثر الناس نزحات جفاف حصار عليها. والله يا أخوي إذا رجعنا ونفس العلة 15-10 أيام وهم يجي أمر ترحيل ما بيها فايدة، ما بيها فايدة. والله نزحنا فاين حظنا وطيح حظنا، والوضع أمني مو أمان، والوضع الغذائي مو مستمر ونزحنا.